صباح الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا، ويا رب تكونوا بخير، وان شاء الله اشوفكم باذن الله قريب بخير. النهارده يا اولاد هنتكلم عن سر التناول. اول حاجه هنتكلم عنها هي القربانه. كلنا لما بنروح الكنيسه بنشوف القربانه، اكيد كلنا عارفين القربانه شكلها بيكون دائري، زي ليس لها بدايه ولا نهايه، زي السيد المسيح ليس له بدايه ولا نهايه. دي رقم واحد. رقم اتنين يا ولاد، في جزء هنا مكتوب عليه كتابة باللغة اللغة القبطية. اوكي، بالابتي، ومكتوب هنا قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. عندنا رقم ثلاثة يا ولاد، في صليب في النص، والصليب ده إشارة إلى السيد المسيح، وحواليه في 12 صليب صغيرين، وهو إشارة لتلاميذ السيد المسيح. ورقم أربعة، عندنا خمس خروم في القربانة، وهم رمز لأن السيد المسيح اتعذب خمس ألمات، وهم إكليل الشوك، اتنين مسمار في إيديه الاتنين، ومسمار في رجله، والحربة في جنبه اللي أخدها في آخر بعد يعني بعد صلاة. أوكي، طيب هنتكلم دلوقتي يا ولاد عن خميس العهد. السيد المسيح اجتمع بالتلاميذ زي ما احنا شايفين كده في العلية، والعلية دي يا ولاد هي بيت مريم، أم ماري مرقس اللي اتكلمنا عنه قبل كده، وقلنا ان هو كان أول كنيسة في العالم كله، وأسس فيه السيد المسيح سر التناول يوم ايه؟ خميس العهد. طبعا أكيد فاكرين قبل ما يتصلب على طول بيوم، يعني هو أسس سر التناول يوم الخميس واتصلب يوم الجمعة. الأيقونة يا ولاد فيها ايه؟ فيها السيد المسيح قاعد مع التلاميذ، ماسك في ايده خبز وقدامه كأس. قلنا ان الخبز ده هو عبارة عن يعني زي العيش كده، بيتصنع من الدقيق وما فيهوش ولا ملح ولا سكر، والعصير اللي موجود في الكأس هو عصير العنب. نبص كده مع بعض، السيد المسيح وحواليه التلاميذ، وهنا حوالين راسهم في هالات كده بتدلل على ان هم قديسين. اوكي، بنعتبرهم قديسين، وهم الرسل والتلاميذ والقديسين. طيب اول حاجه يا اولاد، هنا هنقول ان السيد المسيح اخذ الخبز وادى التلاميذ، وقال لهم اتفضلوا ايه، خدوا كله، هذا هو جسدي. هو عمل ايه؟ بارك وكسر واعطى التلاميذ وقال خذوا كله، هذا هو جسدي. واخذ الكاس اللي هو عصير العنب، وشكر واعطاهم وقال لهم اشربوا منها كلكم، لان هذا هو دمي. واكل التلاميذ معاه وشربوا وسبحوا الله، وقال لهم كمان ان هم يفضلوا يعملوا هذا السر اللي هو سر التناول. ولحد دلوقتي يا اولاد التناول هو احد اشرار الكنيسه السبعه، وابونا لحد دلوقتي بيقوم بهذا السر بدل السيد المسيح، وهو اللي بيناولنا عصير العنب وبيناولنا الجسد بتاع السيد المسيح او القربانه. واحنا كلنا عارفين انه السيد المسيح جه ومات وقام من الاموات وصعد الى السماوات، وان هو هيجي تاني في المجيء الثاني، هيجي على السحاب. يلا بينا نقول مع بعض الايه: من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيم في اليوم الأخير. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. يوحنا 6:24. أتمنى يا أولاد إن الدرس نكون استفدنا منه، ونحس ببركة التناول في حياتنا، وما نقصرش أبدا في إننا نروح نتناول طول الوقت، وإن احنا نصلي ربنا. وشكرا لك حبايبي.